كابتن حسام يا كريم هيوظف محمد صلاح ازاي؟ هو اعتقد الاجابه على السؤال ده هو اللي هيفك لنا الجدل حول التشكيل، ان التشكيل تقريبا هنتكلم فيه حوالي في ست مراكز فيه منتهيين، ما فهمش جدل. الثلاثي الامامي مصطفى محمد راس حربه، محمد صلاح على اليمين، تريزيجيه على الشمال مضمونين، محمد الشناوي حارس مرمى موضوع منتهي بالنسبه لكابتن حسام، والرباعي الخلفي رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني. نعم، دول ثمان مراكز. ثمان مراكز احنا بنتكلم، هم بالظبط مركزين او مركز اللي هو مركز زيزو. بالظبط احمد سيد زيزو. وليه زيزو هو اللي هيبدا؟ عشان نشرحها. ليه زيزو هو اللي هيبدا؟ لان كابتن حسام بيعتقد ان زيزو هو افضل واحد هيغطي ورا صلاح، لان صلاح مش هيدافع. صلاح مش هيرجع غير لغايه خط نص الملعب فقط. مش هيرجع لغايه ال 18 بتاع منتخب مصر، واحنا برضو بكره مش بنلاعب منتخب قليل يا جماعه. بوركينا فاسو منتخب قوي للغايه ويملك عدد من اللعيبه مميزين، يكفي ان هم معاهم مدافع بطل الدوري الالماني، بتكلم على ادموندو تابسوبا. ففريق قوي وفريق ربما خرج من دور ال 16 في كاس الامم، بس برضو هو خرج قدام مالي اللي كانت مقدمه مستويات مميزه جدا. فتاني انا بشوف ان كابتن حسام هيعتمد على زيزو، عشان زيزو هو احسن واحد بيدافع على الطرف في المجموعه الحاليه. هو طبعا اكرم طفي ورقه كويسه، بس اكرم بيبقى اداؤه في خط الوسط دفاعي اكثر منه هجومي، وهو محتاج فعلا ان هو بكره بصراحه احنا ما فيش مساحه في المجموعه الحاليه ان احنا نهدر اي نقاط على ارضنا عشان ما نخشش في حزبه بيرما، وضعا في الاعتبار نقطه مهمه ان دي اول تجربه لكابتن حسام حسن، واحنا ما عندناش باك جراوند لي مع منتخبات، يعني تجربته مع منتخب الاردن من زمن بعيد، ما نقدرش نقول افكاره مع منتخب الاردن هيجي يطبقها مع منتخب مصر، لان خلاص كانت الكره اتغيرت من ساعه ما كان كابتن حسام مدير فني منتخب الاردن. وبالتالي بشوف ان هو هيلعب بزيزو هو الثالث في خط الوسط. طيب نيجي بقى للنقطه المهمه، محمد صلاح توظيفه في فكر كابتن حسام حسن هيوظفه ازاي؟ يعني في وجهه نظري افضل من وظف محمد صلاح على مدار السنوات الاخيره اثنين مديرين فنيين، الاول كان برادلي الامريكي برادلي، والتاني كان هيكتور كوبر. دول اكتر اثنين في وجهه نظري الشخصيه وظفوا محمد صلاح بشكل مميز جدا، والمنتخب استفاد من محمد صلاح مع الاثنين دول اكثر استفاده في الفتره كانوا مع، حتى في وجهه نظري اكثر من كيروش. طيب محمد صلاح النهارده بنتكلم على نسخه محمد صلاح 2024، بكل تاكيد هي مش نسخه محمد صلاح 2017. نحن بنتكلم 7 سنين فاتت، كان هو اصغر 7 سنين، وبالتالي كان في مستوى بدني ويعني وكان عنده قدره في الركض داخل الملعب. النهارده محمد صلاح حتى شفناه السنه دي عنده ما يعني اختلافات في وجهات النظر كثيره كانت مع يورجن كلوب. فالسؤال هنا بقى، كابتن حسام هيقول لمحمد صلاح العب في الحته المعتاد تلعب عليها ما بين الفول باك وبين المساك، بس وضع في الاعتبار ان هو معاه مهاجم مع مصطفى محمد، كان هيكتور كوبر معهوش مهاجم صريح عرضه، كان بيعتمد محمد صلاح يخش في العمق، ولا هيقول له يمسك اللاين هيعمل ايه؟ قول لي. انا وجهه نظري شخصيه هيسيب محمد صلاح يعمل اللي هو عايزه. وانا معاك. قبل ما نكمل عشان ايه من يعني ما نخشش في، انا معاك في دي. انت لو كنت قلت اي حاجه ثانيه كنت هقول لك لا. طيب